اكيد انه النادي الافريقي منتظر انه باش يتقاضى امام الفيفا باش يقاضي اللاعب، لكن نحب نرجع للوقائع باش الناس ما تصيرش مغالطات وراي العام، لانه مثلا تم الراي العام لان ما تمش القانون، لان القانون قدام الفيفا باش تنظر فيه. اللاعب هذا راهو عنده متخلط بذمه كبير برشا الفيت، والنادي الافريقي ما قامش بخلاصه في 5 اجور مع الترونش دو بريم ما بعضه تقريبا في مقربات 540,000 دينار. قمنا بالتنبيه على النادي الافريقي بتاريخ 12 مايو، ارسلنا لهم عبر الفاكس واعطيناهم مده 10 ايام تبقى لوائح الفيفا باش يتموا الخلاص هذا. الفيفا اليوم تقول لك انه اي لاعب ما تحصلش على المستحقات نتاعو لمده 3 اشهر متتاليه راهو ينبع على الفريق ويعطيه 10 ايام بركه لا غير، واذا كان ما خلصوش في العشر ايام هذوما على الاقل في نسبه 70% من المستحقات المطلوبه هذه يقوم اللاعب بفسخ العقد من جانب واحد دون الرجوع لاي هيكل للقضاء في ذلك. اللاعب رفض انه باش يفسخ العقد بعد 10 ايام، قال نزيدوا نستناو 10 ايام اخرين محبه في الفريق لانه الحقيقه كان مرتاح جدا في النادي الافريقي. استنى 10 ايام اخرين ما وقعش خلاصه في الاجور وفي الترونش هذوما الا بقدر ضئيل وضئيل جدا. قمنا تبقى لوائح الفيفا، ديما نعاود نقول تبقى لوائح الفيفا، قمنا باعلام النادي الافريقي بفسخ العقد من جانب واحد. علاش؟ لانه فما كوز ريال دو ريزيليسيون، فما سبب جدي سبب واقعي يخلي انه اللاعب يمكن الفسخ. تقول اليوم كيفاش اللاعب يفسخ من جانب واحد من غير ما يمشي حتى لجنه باش تحكم له بالفسخ؟ نقول لك هذه لوائح الفيفا، احنا في تونس مازلنا رانا مش قاعدين نطبقوا في اللوائح، ولا مازلنا احنا مخالفين لوائح الفيفا على المساله هذه. مانيش لهنا انا باش نفسر الناس شنو يلزمهم يعملوا شنو ما يعملوش. اكيد النادي الافريقي عنده هياكل، عنده لجنه قانونيه كبيره برشا، ما تحركوش ما خلصوش اللاعب. اليوم اللاعب مع فريق اخر باش الناس تعرف شنو اللي باش يصير. بطبيعه فما دوموند دو سي تي باش يتقدم فيها فريق لاجي او سي الفيدراسيون التونسيه دي الكارجون، بطبيعه باش يقع رفضه من النادي الافريقي باعتبار انه بالنسبه لهم اللاعب مازال مرتبط بعقد، باش يكون القاضي المنفرد بالفيفا هو المختص بالنظر وباش يعطي الكارجون دي بروفيزوار سي تي بروفيزوار للاعب، واكيد انه باش ياخذها. ثم بطبيعه النادي الافريقي من حقه باش يتقاضى، والاختصاص لازم الناس الكل تعرف انه الاختصاص مطلقا راهو تابع للفيفا للكوميسيون دي ريغلومون دو ليتيج في الفيفا. في الجامعه التونسيه لكره القدم غير مختصه، لانه في كل الوضعيات والحالات الا يقع فيها طلب شهاده انتقال دولي يولي اي نزاع من اختصاص الفيفا. بطبيعه الفيفا تتحسم الامر فيما بعد، لكن اكيد اللعبه ذا سيكون مؤهل لفائده فريق اوسير على اقصى تقدير من هنا الشهر وثلاثه جمعات بالضبط بعد ما يقع رفض تمكينه من الكارجون نتاعو وشهاده الانتقال الدولي.